حاجه كبرتي على الجمهور فين كان غابر عبد الغالي؟ موجود عبد الغالي مع الظروف وانا الحمد لله ديما كيفاش غادي دابا كاين شي جديد عبد الغالي توجد شي حاجه جديده؟ كاين جديد ان شاء الله باذن الله. كنت غادي نخرجوا في هذا الصيف ولكن اللي شي ظروف داكشي باش ما استطعش باش نخرجوا، ولكن ان شاء الله غادي يكون قريبا ان شاء الله باذن الله. هذه الايامات كاين نقاش كبير على الحفلات والاعراس، وتنعرف بانك انت من الناس اللي عليك طلب بزاف في الاعراس، اشنو الميساج اللي ممكن تقول للناس سيرتو باقي لحد الان باقي كلشي واقف؟ هو الميساج اللي بغيت نوصل الله يطلق السراح ديال هادشي ان شاء الله باش كلشي، لانه الناس محتاجين لنا الاحتفال ومحتاجين لنا. الناس بغا يزوجوا الوليدات تاوعهم والبنيات ديالهم ومازال ما عارفينش اش كاين، ولكن راه الدوله عارفه هي عارفه اش اللي كاين في التنين. سمعتي الاغنيه ديال بينغو؟ سمعتها الله يكمل عليه بخير، داكشي باش جينا نحتفلوا معاه اليوم. وكيفاش جاتك الفكره ديال بينغو تيغني؟ مزيانه غزال، وهو اصلا راه تيغني عز عليه الغناء، هو وراه ملي تيكون معنا نيت في الحفلات راه ينوض تيدير الغناء تيغني حتى هو البركه ديالو، عزيز على الناس حتى ولاو الناس مولفين، ودابا دخل ضروري خصو يغني لهم حتى هما. نشوفوا بينغو تينافسكم مع عبدو ولا لا؟ مرحبا مرحبا الله يكمل عليه بخير. شكرا لك عبدو على حياتي. شكرا.